السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط، ومعنا الدرس الثالث في الوحدة الثانية وهو تمثيل المعادلات الخطية بيانيا. تمثيل المعادلات الخطية بيانيا. طيب، المعادلة الخطية لازم الأول نعرف ما هي المعادلة الخطية. ما هي المعادلة الخطية؟ فبيقول لي هي المعادلة التي تمثل بيانيا بخط مستقيم. هي المعادلة التي تمثل بخط مستقيم، يعني لما نمثل هذه المعادلة يطلع خط مستقيم. طيب، قال لي وتكتب على الصورة. هنكتبها على صورة أ س زائد ب ص بتساوي ج. أ س زائد ب ص زائد ج بتساوي ج. أ س زائد ب ص بيساوي ج. دي شكل المعادلة الخطية. طيب، هي وأ س زائد ب ص يساوي ج تسمى الصورة القياسية للمعادلة الخطية. يبقى أ س زائد ب ص يساوي ج تسمى الصورة القياسية للمعادلة الخطية، ويسمى الجيم الحد الثابت. يسمى الجيم الحد الثابت، وتمثل أ س وب ص الحدود الجبرية. يبقى أ س وب ص الحدود الجبرية. طيب، وبنقول إن أ وباء وجيم أعداد صحيحة والعامل المشترك الأكبر واحد. إن أ وباء وجيم أعداد صحيحة والعامل المشترك الأكبر لها واحد. طيب، يعني مثلا 3 س زائد 4 ص بيساوي سالب 5. 3 س زائد 4 ص بتساوي سالب 5. الألف هنا يعني هي على صورة أ س زائد باء ص بتساوي ج. الألف بيساوي 3، والباء بتساوي هنا كام؟ 4. والجيم اللي هو الحد الثابت بيساوي كام؟ قال لي بيساوي سالب 5. بيقول لي ازاي كيفية تمييز المعادلة الخطية. كيفية تمييز المعادلة الخطية، بيقول لي سؤال: حدد إذا كانت المعادلة فيما يأتي خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. يعني إحنا عاوزين نشوف هل المعادلة خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. بيقول لي ص يساوي 4 ناقص 3 س. ص يساوي 4 ناقص 3 س. نكتبها أول حاجة، نقول مع بعض هنا الصورة، هنا الصورة القياسية أ س زائد ب ص بتساوي ج. أ س زائد ب ص بتساوي ج. طيب، هل المعادلة لما أنا نقلت السالب 3 س للصاد بقى شكل المعادلة أ س زائد ب ص بتساوي ج؟ تقول لي أيوه، 3 س زائد ص بتساوي 4. هذه الألف هنا معامل السين ب3، الباء معامل الصاد ب1، والجيم ب4. طيب، يبقى أي أن المعادلة خطية، يبقى إذا مكتوبة في الصورة القياسية، يبقى إحنا هنقول هنا إن المعادلة خطية. بيقول لي بقى هنا إذا تشابهت حدود المعادلة مع الحدود القياسية فإن المعادلة خطية. يعني لما تتشابه الحدود المعادلة مع الحدود القياسية يبقى المعادلة خطية. ناخد مثال أهو، بنقول هنا ص بيساوي 4 ناقص 3 س، اللي إحنا المثال اللي إحنا كتبناه. ص بتساوي 4 ناقص 3 س. إحنا بنقول هنا أدي س أدي س. شوف س س بعد كده، وص ص، وبعد كده الجيم 4 وجيم. يعني هنا الحدود كلها متشابهة، فنقدر نقول أن أي أن إن المعادلة الخطية، إن أين المعادلة الخطية؟ لأن هي لأن المعادلة الخطية تطابقت مع المعادلة الأصلية. بيقول لي حدد إذا كانت المعادلة فيما يأتي خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. 6 س ناقص 3 ص بتساوي 4. 6 س ناقص 3 ص بتساوي 4. طيب، الصورة القياسية أهو، هنا في س ص وهنا في ص فوق، س ص وهنا في ص فوق، يبقى هي غير متشابهين. يبقى المعادلة أي أن المعادلة ليست خطية. كلمة ليست خطية، عند رسم هذه المعادلة، عند رسم هذه المعادلة لن يكون خط مستقيم. وبيقول لي تمييز المعادلة الخطية، حالات الصورة القياسية للمعادلة الخطية. طيب، الصورة الأولى أ س زائد ب ص بتساوي ج، يعني ممكن مثال عليها 3 س زائد 2 ص بتساوي 11. 3 س زائد 2 ص بتساوي 11، دي الصورة، دي أحد الصور القياسية للمعادلة الخطية. صورة تانية أ س بتساوي ج. أ س بتساوي ج، يعني مثال عليها 3 س بتساوي 11 مثلا، يبقى دي صورة تانية من صور المعادلة الخطية في الصورة القياسية. ب ص بتساوي ج. ب ص بيساوي ج، مثال عليها 2 ص بتساوي 11. 2 ص بيساوي 11. وصورة أخيرة أ س زائد ب ص بتساوي 0، مثال عليها
3 س زائد 2 ص بيساوي صفر. هذه حالات المعادلات الخطية في الصور القياسية. ناخد هنا مثال بيقول لي حدد إذا كانت المعادلة فيما يأتي خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. بيقول لي تلت ص بتساوي سالب واحد، تلت ص بيساوي سالب واحد. نكتب المعادلة بالصورة القياسية، اللي الصورة القياسية عبارة ب ص بتساوي ج، ب ص بيساوي ج، يبقى بنقول تلت ص بتساوي سالب واحد. تمام، الألف هنا بصفر والباء بتلت والجيم بسالب واحد، والصورة القياسية هضرب في تلاتة في الطرفين، أضرب في تلاتة في الطرفين يطلع لي ص بيساوي سالب تلاتة، هيطلع لي ص بيساوي سالب تلاتة، يبقى المعادلة خطية وادي الصورة القياسية. بيقول لي حدد إذا كانت المعادلة فيما يأتي خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. حدد إذا كانت المعادلة فيما يأتي خطية أم لا، وإذا كانت كذلك فاكتبها بالصورة القياسية. ص بتساوي س تربيع ناقص 4، ص بيساوي س تربيع ناقص 4. الصورة القياسية أ س زائد ب ص بيساوي ج، دي الصورة اللي أنا عارفها. هنا الس فوق س وتحت س تربيع غير متشابهين، س س تربيع غير متشابهين، يبقى أي أن المعادلة ليست خطية، فبالتالي ليست لها صورة قياسية، يبقى المعادلة ليست خطية. خلاص كده، وإن شاء الله في جزء ثاني للدرس وهو المقطع السيني والمقطع الصادي.